أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. آدي أول ميدراي بجو بجا محمدا بدريلوم بدا لنجيدون نوري قانوان بيدي إيغ الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. مكة منيل تارمي بادي رولا بارم سونمي عشقاري آدي الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. أهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله. صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. أهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله. الله 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 قولوا الله 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 الله. بشجر ربيع قد بدا الله 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 الله. نار جميل لك وا
وسلم عليك يا حبيب الله أغلى وزغلا مرحبا يا رسول الله بادامنا مك مرحبا متنا بمرحبا سجلا مرحبا يا خير داعي الله 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 صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله أهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام قلوا اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام قلوا اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام جميل المعاني بحلو الكرام وكل الأماني ترد سلام سحرت الليالي سمير النجوم عروض بصالي بخير الأنام عروض بصالي بخير الأنام اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام فغل ترحموني وغي الوفا فغل تقبلوني فإني غلام وإني صغير على حبكم ولكن قلبي أثير حياة ولكن قلبي أثير حياة اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام قلوا اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا اغفر خطايانا واحفظنا ورعانا اغفر خطايانا واحفظنا ورعانا وزدنا إيمانا يا مولانا وزدنا إيمانا يا مولانا 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 دعانا يا مولانا عليك صلى الله
يا خير خلق الله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله مولانا 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 يا مولانا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا 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 يا مولانا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا الحمد لله مورش الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم جل مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين تذكري جيران ما زجت دمعا جرى من مقلات بدمي أم هبتي ريح من تلقائك ضيمتي ما أومض البرق في ذو الماء من إظامي فما لي عينيك إن قلت كفو فها متى فما لي قلبك إن قلت استفق يقيمي أيحسب صب أن الحب منكتم صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم تريق دمعا على طلالي ولا أعرف تالي ذكر البالي والألم فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الوجد خاطي عبرة وظنا مثل البغار على خطيك والألم نعم سار طيف من أهوى فأرقني والحب يتريض لن ذاتي بالألم يا لائمي في الهوى عذري معذرة إني إليك ولو أن صفت لم تلومي عادتك حالي على سدي بمستتيري عن المشاط ولا تائب منهزمي ما حضتني النصح لا كل لست واسمعه إن المهيب أني أنت لي في صمامي إني تغمت نصي الشيب في عذلي والشيب أبعد في نسخ عني تغمي جل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبداً
على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن أمرتي بسوء ما تعظت من جهلها بنذي للشيب والهرم. ولا أعدت من الفعل الجميل قيرا خيف ألم مبيرا سغير محتشمي. لو كنت أعلم أني ما أبطره كتمت سرا بدا لمنه بالكتم. من لي برد جماع من غضايتها كما يرد جماع بالخيل باللجوم. فلا ترم بالمعاصي كسر شجبتها إن الطعام يبقى في شهوة النجيم. جل مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والنفس كطفل تقبله شبع على حب الرضا وإن تقدمه يم فاطم. فاصرفها وهو حذر أن تبليه إن الهوى ما توى لا يسمي أو يسمي. أعمالي سائمة وإن هي استهلت المرعى فلا تسيمي. كم حسنت لذة للمرء قتيلة من حيث لم يدري أن السم في دسمي. وخشد سائس من جوع ومن شباع ورب مخمسة شر من التخم. واستفرغي دمع من عين قادمة لآت من المحارم بل زمهم نفسا وشيطانا وعصيهما. وإنهما محلا كالنسها فالتهم. ولا تطع منهما خصما ولا حكما. أنت تعرف كيد الخصم والحكم. أستغفر الله من قول بلا عمل. لقد نسبت به نسلا لذي حكمي. أمرتك الخير لكن ما اتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي. ولا تزوغت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصومي. جل يا ربي بالمصطفى بلغ ما قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم.
الإحسان دائما أبدا على حبيبك حي للخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا الله لا ما إله شاءه وطبا تحت الهجارة كشهر مترف العدم وربادته الجبال شم من ذهب النفسه فاراها أيام شمم سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير ناهي فلا أحد أبر في قول لا منه الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مكتهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم دعا إلى الله فالمستمسكون به وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم رسول الله ملتمس فم من البهر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حديه من نقطة العلم أو من شكلة مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منازق عشري كن في محاسنه وجود
جوهر الحسن في غير منقسم. دع ما دعتك النصارى في نبيهم واركم بما شئت مادحم فيه واهتقم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرفي وانسب إلى قدره ما شئت من علمي فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي لو ناسبت قدره آياته حلما أحيا اسمه حين يلحد دارس الرمى بي لم يمتحن بما تعي العقول به ولم نهم أعيى الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة من أمامي وكيف يدرك في دنيا حقيقته قوم يا منتسى لو عنه بالحلم مولاي صل بسا دائما أبدا على حبيبك مبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آي أتى رسل الكرام بها وإنما اتصلت من نوره بهم شمس فاضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي إنزانه خلق بالحسن مستمل بالبشر متسم والبدير في شرفي والبدر في كرمي والدهر في هممي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدفي من معدن منطق منه ومبتسم لطيب يعدل تور بل لما أعظمه طوبى لمنتشق منه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر
الخلق كلهم أبانا مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدا من هو مهتم يوم تفرس في الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبات إيبان كسرى وقوام صدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهل عين من صدم وساء سواة أن غالت بحيرتها وارد واردها بالغيظ حين ظمي كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عمو وصم فائع لان البشائر لم تسمع وبريقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر أقوام كاهنهم بأن دينهم الوعوة لم يقوم وبعد ما عينوا في الأفق من شجوب وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منغازم من الشياطين يقف إثر منحزم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو أسبار في العصا من راحتيه أمين بذنبه بعد التسبيح ببطنه ما نبذ المسبح من أحشاء ملتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم جل مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لي دعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأن ما سطرت سطرا لما كتب مثل الغمامة ناصر سائرة تقيها
بالقمر المنشق إن له في قلبه نسبة مبرورة القسم ومحى فالغرم خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه أمين فالصدق في الغريب صديق لم يرما وهم يقولون ما بالغريب من أرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لأن الحمام وظن العنك بوت على خير البرية لم تنزد ولم تهمي بقاية الله آنت عن مضاعفتي من الدروع وأن ألم من الأتم ما صام في الدهر لي من واستجرت به إلا ونلت ديوارا منه لم يظلم ولست مستعينا دارين في يديه إلا استلمت ندى من غير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نمت العينان لم ينمي وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأت وصيبا باللمس راحته من ربقة اللممي وأحيت سنة شهباء دعوته حتى هكت غرة في العصور تهمي بعريض جاد القلب طاح بها سيفا من اليم أو سيلا من الأرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إني ووصفي يا آياتي له ظهرت ظهور نار القرى ليلة
العالمين فدروا يزدادوا حسنا وهو متظيم وليس ينقص قدرا غير مرتظيم فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفات الوصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن حد وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدومي محكمات فما يبقينا من شبه لذي شقاق ولا يبغينا من حكم ما حوربت قط إلا عدا من حرب أرض الأعادي إليها ملقي السلام بلغتها دعوى معارضها رد الأيور يدان جاني عن الحرب لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فما توعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإقثار بالسامي قرت بها عين قاريها فقلت له لقد غفرت بها تتلوها خيفة من حر نار لضا أطفأت حر لضا من ورد حشبب كأنك الحظ تاب يظل الوجوه به من العصاة وقاد جاءوه كالحمم وكصراط وكال ميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسود راح ينكرها حاذق الفهم قد تنكر العين لو الشمس من رمدي وينكر الفقط والماء من سقمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يامم العفون ساحته عينك الرسوم
من قوب الآية الكبرى لمعتبري ومن هو النعمة العظمى لمعتنمي ساريت من حرم ليلان إلى حرمي كما سار البدر في تاج من ملمي وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لا قدرتك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها ورسلي تقديم مخدو من على خدمي وأتى تخترق سبع طباق بيك في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى خفضت كل مقام بالإضافة إذ جوديت بالرفع مثل المفرد العالم حتى إذا لم تدع شغبا لمستبيق من الذنوب ولا مرقى خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت برفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بوصل أي مستتير عن العيون وسر أي مكتتم فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما قليت من رتبي وعز إدراك ما قليت من نعمي بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منعدم لما دعا الله داعي لطاعته بأكرم رسل كنا أكرم الأمم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رعت قلوب العدا أنباء بعثته كنبعة الأجفلات غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقناة لهما على وطمي ودوا فرار فكادوا يغبطون به أسلاء سالت مع الإقبال والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عيدتها ولم تكن من ليالي الأسود الحرم كأنما دين ضيف حل ساحتكم بكل قرم إلى لحم العدا قرمي يجر بحر خميس فوق سابعة يرمي بموج من
أبطال ملتقم من كل منتدب لله محتسب يسطو بمستأصيل للكفر مستلم حتى غادت ملة الإسلام وهي به من بعد غربتها موصولة الرحيم مكفولة أبدا منكم بخير أب وخير بعل الفلام تيتم ولم تائم هم الجبال فسال عنهم مصادمه ما زرع منهم في كل مصطدم مولاي صلي وسال وصل حنين وصل بدر وصل أحد فصول حد في لهم أدغى من الوخم المصير بضيحهم رم بعد ما وردت من العيد كل مصفة من الإمام والكاتبين بسور الخط ما تركت أقلامهم حرف جيس من غير منعجم شاكي سلاحي لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بي سيما من السلام تهدي إليك نيا حن نصري نشرازهم فتحسب زغرافي أكمام كل كامل كأنهم في لغو الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير بالخلق كلهم طارت قلوب العيدا من بأسهم فارقا فما تفرق بين البهم والبهم وما تكون برسول الله نصرته في أجامها تجمي ولن ترام ولي إن غير منتصر ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حرز ملته أشبال في أجم كم جدلت كلمة الله من جديل وكم حسم البرهان من خصم كفى بالعلم في الأم معجزة والتأديب في اليتم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم
إيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدمته بمادي حين أستطيل به طل داني ما تخشى عواقبه أنني بما هدي من النعم أطعت غي صيبا في الحالتين و فما عهدي بمنتقضي من النبي ولا هبلي بمنصرمي فإن لي ذمتان منه بتسميتي كارمه أو يرجع الجار منه غير مهترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه اقتطفت يدا زهير بما أسنى على هرمي مت نبي يودي مت مدينة كنان قدية ريون نبرك توفيق كدني مت نبي ودي مت مدينة كنان قدية ريون دنيك توفيق كدني يا ربي
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم أبدا حبيبك خاي للخلق كلهم صلوا وسلموا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. ان شاء الله ദുർദയുടെ അവസാന ഭാഗമായ യാ ക്രമ ബൈത്ത് ചൊല്ലി ഉസ്താദ് അവർകളെ ദുആ ചെയ്തു. مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به رسول الله جاه كبير الكريم تجلى باسم منتقيم فإنا من جودك الدنيا ولرتها من علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمات إن الكبائر في الغفران كلمات لعل رحمة ربي حين يقسمها على حسب العصيان في القسام ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إنا له متى تدعو بالأقبال ينمازم ذلي صحبي صلاة منك دائماتي النبي بمنهل ومنسجر مرنا حتى عذبات البان ريح صبا بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عاشر الكرم والآل والصحب ثم التابعين له أهل التقى والنقى بالحلم والكرم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل للمسلمين بما يقبلون في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة واسمه قسم من أعلامي القسم بجاه من بيته في طيبة حرم من أعظم القسم وهذه البردة المختار قد ختمت الحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد خطت مع ميعتي ويدج بها كربنا يا واسع الكرم أبياتها قد أتت ستين مع مئتي ويدج بها كربنا يا واسع الكرم أبياتها قد أتت ستين مع مئتي وعندج بها كربنا يا واسع الكرم واحفظ بها مجالسنا يا واسع الكرم واحفظ بها إخواننا يا واسع الكرم واحفظ بها أستاذنا يا واسع الكرم واحفظ بها علماءنا يا واسع الكرم واحفظ بها ساداتنا يا واسع الكرم بلغنا إلى المدينة يا واسع الكرم بلغنا إلى المدينة يا واسع الكرم بلغنا إلى المدينة يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هديا بدكن يا رسول الله إني يمباب مالي نادتي دلا شفي الله إني نان شيئا إلا يا حبيب الله رضيا بدكن يا رسول الله إني يوم باب مالي حبيب الله إرولام قبر أني تاتيري بند إبن رومي تاغم نال دوم مند إرولام قبر أني تاتيري بند إبن رومي تاغم முத்தின் துணையில்லாதெந்தி வருகுண்டு முந்தும் மத்தும்
മദ്ഹ് പാടി ശിഫാഉം പൂണ്ട് നബിയെ ഹറാമേറെ കണ്ട കണ്ണാണ് പലവിധ തിന്മകൾക്കും അടിമയാണ് നബിയെ ഹറാമേറെ കണ്ട കണ്ണാണ് പലവിധ തിന്മകൾക്കും അടിമയാണ് നിധിയെ ഒന്ന് കണ്ട് തെളിയാനാണ് കുണ്ടിലെറിയും പേടികൊണ്ടാണ് നിധിയെ ഒന്ന് കണ്ട് തെളിയാനാണ് രക കുണ്ടിലെറിയും പേടികൊണ്ടാണ് മദ്ഹായി പൊറു عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا رسول الله والصلاه والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله والصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والصلاه والسلام عليك يا سيدي يا نجي الله والصلاه والسلام عليك يا سيدي يا نجي الله خذ بايدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله أدركنا يا رسول الله يا حبيب الله يا نجي الله يا رحمة للعالمين.